اليوم تطوى 3 عقود من حياته. إنه الصحفي محمد عبد العبسي. قالوا إنه مات مسموما، وقالوا أيضا إنه كان يعكف على كشف فساد قيادات من الجماعة الإنقلابية، وهي ما أودت بحياته. وهل يجيد الصحفي شيئا غير صناعة أعدائه من أجل الحقيقة والحقيقة فقط؟ وذلك كان نهج محمد. هل قتل محمد أم مات؟ لا فرق، المهم أنهم أسكتوا صوته، وبموته المفاجئ فارق الحياة بعد وجبة العشاء الأخير. الحوثي جماعة مسلحة. رمى محمد بأعباء موته الغامض الثقيل على كاهل كل من أرادوا بالوطن شرا، وعلى وقع الأخبار حدثت الصدمة، ومر الوسط الصحفي والإعلامي بساعات وأيام عصيبة برحيل واحد من فتيان الصحافة اليمنية. وهنا ليس أمام أسرته سوى المطالبة بتشريح الجثة. نقل محمد إلى المستشفى، 2 أسبوع ظلت جثته هناك، والأربعاء 11 من يناير أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عن تأريخ الدفن، مؤكدة أن عينة من الجسد وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان لتخضع للفحص ومعرفة أسباب الوفاة. وفي هذا اليوم الجمعة شيع الصحفي محمد عبد العبسي إلى مثواه الأخير في مقبرة الكرامة بصنعاء. وحين أغمض عينيه كان له حلمه الأخير أن يختفي الفساد الذي عمل على تقصي وفضح بعض رموزه وشبكاته، واقفا على الحقيقة التي طوعها لأجل الوطن، ومواظبا بكل قدراته حتى دفع حياته ثمنا لمواقفه الشجاعة. نم يا محمد، ما زالت تلويحاتك حاضرة هنا، وما زالت روحك الخضراء المفعمة بالحياة تحلق عالياً.